ما قلتي شو نادي لك؟ بلال عندك كلمتين لعمك رح اقول له اياهم وارجع. لكن بدي روح معك. لا خليك هون. ليش عم تعرجي؟ شو في؟ ولا شي. خير؟ أنا موجود بالقصر. يلا جاي. خليك تحس انك بنص جهنم وانت عايش بهالدنيا. انت قاتل مراد؟ شو المعلومات الخطيرة؟ ومين هذا مراد كمان؟ يا أغا ليش قتلت مراد؟ رح نعرف هالشي طبعا. شو هدول ولا؟ فرات شو في ابني؟ رح اقول شو يلي عمله ابنك. اعطيه مسدس لبلال وبعته ليحصل مصاري. لحقت الصبي وبالزور خلصته من بين ايديهم. لك ايا تحصيل مصاري؟ فرات احكي لي شو اللي صار؟ يا عالم اخي شو عم بيقول؟ عدنان انت قبل ما تنزلني على القبر ما حتبطل اللي عم تعمله؟ لك لا بحلف لك بشرفي ما إلي خبر بتحصيل المصاري بنوب، لا بعد بلال ولا بعد بطيخ. شو هاد؟ إيه أنا اشتريت له المسدس مزبوط، قلت منشان تتحسن علاقتنا، لأني كسرت الساعة جبت له هذا المسدس. ما عم صدق يلي عم بسمعه. يعني طالعتوا الأم وابنها من قلوبكن خلاص؟ شو خلصتي خناقاتكم انت والمنزعه؟ هلا عم تتخانقي معي حتى تتسلي؟ انا ما راح اسمح لك تورط ابن اختي بمشاكلك. انت قد ما بدك تورط، هو ما راح يطلع مثلك. عدنان، ليش هيك عم تعمل فينا لك ليش؟ بدل ما انت تبطل تشيل سلاح، هادي سلاح لبلال حتى يصير قاتل، ريحني وقل لي شو ناوي لسه تعمل فينا؟ الله يوفقك، خلص حاجة تحكي هيك، أنا ما عاد فيني أتحمل.
فرات انقلع ولا تتدخل بأموري أحسن لك. بلال ابن أخته بيهمني ومستحيل يطلع على شكلتك. ادعي ما يطلع مثلك فرات، وإلا رح يطلع واحد والعياذ بالله حاطط عينه على مرت ابن خالته بلا خجل. راسه لك فرات. فرات شو كلامي الظاهر ضرب على الوتر الحساس؟ أمينة لا تنسي شو وصيتك. الله يخليك اهدى. بلال فهمني شو عامل؟ شو اللي صار؟ عمي ما تشغل بالك، المسا بشوفك. كيف يعني ما بدي اشغل بالي؟ بسببك انت اكلت بهدله من امك. بلال مين طلب منك تروح لعند هدول الواطيين وتعرض حالك للخطر؟ اخ يا بلال اخ منك ناقصني. وانت يا ست وين كنتي؟ اشتريت غرض اغا. ولك تسنيم؟ حكيتيها شي لنبال؟ لا طلعت وما شفتها. شوفي تسنيم، إذا قربتي على ابني أو ضايقتي نبال والله بقتلك وبحسب الله ما خلقك، فهمتي؟ لا تقولي ما أنذرتك. رح تشوف يا عدنان، انطر شوي الزمن رح يدور عليك. قلي كيفه ابني وينه هلأ؟ كان عندي بالبيت لما اجيت، ما تقلقي. لكن انت ليش اخذته على بيتك وما جبته لهون اذا منيح؟ انا رايحه لعنده هلا. نارين انت شو صار لك؟ بما انه بلال ما اجى لهون معناته ما بده يقابل حدا. يا ربي خالتي انا رايح، لا تواخذيني لانه نرفزت. روح ابني روح، انت قلت الحق، الحق بعمره ما زعل حدا. اليوم سمعت العمال وهن عم يحكوا بين بعضهم، كانوا عم يحكوا عن واحد اسمه مراد. أنا رح أقول لك مراد أغا الله يرحمه بيكون أخو العدنان. الله يرحمه. إيه رحمة الله عليه. هو انتحر من فترة، ديون ومصاري ما أتحمل، قام زت حاله بالنهر. بالله عن جد؟ وكيف زت حاله؟ راح هو وعدنان ليحكوا بالمركب، وقال له أنا ما بقى فيني أتحمل، ما أتحمل القهر، قام فجأة ورمى حاله بالنهر. عدنان طبعاً غطس وراه دغري بس ما شافه. هذا هو النهر، ما بيرجع اللي بياخده. خلينا نقرأ الفاتحة على روحه. قلت لك كنتكم تسنيم إنه تدوري على الموبايل، الشيء اللي بالموبايل كتير مهم. عم تفهمي علي ملاك؟ قاسم رضا حطيت السيارة بالمغسل، جيبها لما تخلص، اعمل لي فنجان قهوة. أغا بتأمر. ويلي عليك ما وسخك، أتاريك داهية يا عدنان. ألو بلال؟ شو بك؟ شو يا روحي؟ شو اللي دخلك بموضوع تحصيل المصاري؟ ما صار شي، حليناها. هالحكي شو معناته؟ أنت منيح هلأ؟ أي منيح، ما فيني شي أبدا. تمام بعد شوي بجيك، أنت عند بيت خالك هلأ ما هيك؟ أنا ببيت خالي بس ما تجي، بشوفك البسها بالقصر، صدقيني أنا منيح ما فيني شي بنوب. طيب ماشي مادام هيك، تمام، انتبه على حالك ولا تقوم. بلال؟ منيح انت؟ ايه منيح. حاجة كابر يا الرجال، وقعوك على الارض ولسه بتقول منيح مو؟ سكتي مفعوصة. اسكت ولا ما اسكت ما دخلك. بدي تضربن هيك؟ من المرة الجاية رح اضربن. شو بدك فيه لتحكي هيك؟ وهو بهالحالة عم تهاجميه لأخوكي؟
شو بدي من هالغبي يعني؟ خليه يحل عني. عايدة كمان خافت، بس مثل كل مرة ما بتحب تبين. ليش بدي خاف عليه؟ شو علاقتي بعدنان الصغير؟ تسنيم، ليش اختفيتي؟ وين كنتي؟ هلأ ممكن تفتحي أدنيكي وتسمعي اللي رح أحكي. رجب ما انتحر، مات مقتول. شو رأيك؟ بصراحة ما عم أفهم قصدك من هالحكي. شلون ما فهمتي شو قصدي؟ يلي قتله لرجب أكيد عدنان. تسنيم، ما بيساوي هيك شي عدنان. والله بس تنكشف الحقيقة. لا تقولي تسنيم ما قالت لي. فهميني، عدنان ليش ليقتله يعني؟ لك انتي ليش هبلة هالقد؟ بس فكري شوي، رجب دخل من هون وانحبس، وبعد ما دخل فورا قتلوه. رجب انقتل بأمره لعدنان ملك. يا وسخين انت واخواتك، مو عارفانين مع مين علقانين ولاد؟ مين مفكرين حالكم يا كلاب ها؟ كيف بتهاجموا ابن اخي وبتحطوا المسدس في راسه؟ بحلف لكم بالله اني بيجي بهد المحل فوق راسكم وما بسأل عن حدا ولا عن اي شيء. فهمت ولا ما فهمت؟ الو. ايه تفضلوا. ايه قلت لك اخي اليوم رح ادفع لكم. ايه والله اهلين. ضربوا فيني على قد ما بتقدروا لإلكن. عدنان اغا قده. ايه عدنان اغا قده. اوف. انت قاتل مراد. يلا يا اولاد خلونا نمشي. وينه بلال؟ شو صار؟ بلال راح ونحن رح نروح كمان. شلون ما خلصنا؟ مو مشكلة، بكرة إن شاء الله منكمل، والولاد تعبوا من الشغل أصلاً. إذا أنتِ حابة تبقي نحن رح نمشي. يا الله نسينا نضب الأغراض. برأيي أنتوا روحوا وأنا بلحقكم بعدين، النايلون بقي على الأرض وبينتزع إذا بقي. خلينا نضل ونشيلهم معك، أحسن ما تشتغلي لحالك. أنتوا روحوا وأنا بعمل كل شيء. يلا. وأنا ماني هون، مين دخل على غرفتي؟ ما حدا دخل أبداً. لك رضا، رضا لا تجنني وتطالع لي خلقي، فات حدا على الغرفة. قاسم، حدا لهون فات؟ بنوب يا أغا ما شفت حدا فات لهون. لك اطلع أنت وياه من خلقتي، يلا! مين كتب هالورقة؟ لك مين؟ بسببك الأغا بهدلني، شو عجبك اللي صار؟ احكي لشوف. يلي صار هلأ أنا شو اللي علاقة فيه؟ تركني. لما بكون عم بحكي معك ما بتروح بتتركني. لو درت بالك ما صار هيك. نزل السكر مو؟ ما معي شوكولا هون؟ قاسم اهدى حبيب قلبي، انتبه. ليش عيونك صاروا هيك؟ قاسم مو انا وانت على اساس رفقات؟ ليش هيك عم تساوي؟ يا امي حكيت بالموضوع مع عدنان؟ ايه حكيت، عاد ارتاحي. يلا
عدنان ما بينحكى معه، بتعرفيه وبتعرفي اسلوبه. طبعا صار يدافع عن حاله، قال ما بيعرف انه رح يتهور. المشكله ما انا بهالشغله، شاب صغير بعمره السلاح شو عم يعمل معه؟ ومو بس هيك قلت له، قلت له ما حيطلع مثلك. الحقيقه انا ما بقدر سلمه مصير ابن اختي ابدا. شو؟ بلال شخص محظوظ انه عنده هيك خال. على فكره انت بتفكر بغيرك وما بتفكر بحالك. اصلا انا لو بفكر بحالي لحظه كنت مو هون هلا، رحت من زمان. ليش يعني؟ مشان تاخذ معك صديقي الوحيد ورفيقي؟ انك تبقى جنب مره بتحبك حلو كتير، واللي بيوجع انك تبقى مع مره ما بتحبك. لو رحت كنت رحت لانه عم فكر بنفسي، ما رحت بقيت وعملت مثل ما عملتي، حاولت اختار الصعب. قلت مره حتعتذر لي لانه حبيتني غصب عنك. ايه مبلا، الحقيقه انا اللي لازم اقول بعتذر لاني ما قدرت اقابل حبك بحب. ليش قافلين باب القصر؟ قرارات الأغا الجديدة. قرارات؟ خلص شيلنا من سيرة الباب هلأ. حكي لي لشوف شو صار معك عند هدوك الجماعة. اللي حبيبي شو قصة هالمسدس؟ ما في شي، تناقشنا أنا والجماعة، هي هي. قلت لي تناقشت وهي هي وأنا لازم صدق. حاجة تهاجموني بقى. صدقيني ما صار شي، ما يهمك. يا روحي اسمعني، الأم بتخاف على أولادها. إذا قلت لي أنا منيح ما رح أهدى كأنه ما في شي. إيه أنت معك حق أكيد، وبعتذر منك. وبما إنه أنا ابنك يا أمي، دعواتك هي اللي بتحميني. ولهيك ما بنأذى. يا عمري أنت، الله يحميك. عود يا روحي عود. عمك هداك سلاح ما هيك يا ستي؟ السلاح ما بينهدى بأي مناسبة. ضغط عزناد مرة؟ قوصت فيه مع عمي. أنت بتعرف ليش السلاح مستحيل يكون منيح؟ لأنه حتى لو طلعت منه رصاصة لتنظف شرفك رح تندم إنه طالعتها. ساعتها بتتمنى ترجعها على محلها. بس خلص بتكون ضغط عسناد. كل رصاصة بتطلع بتضرب، واحدة للي ضرب وواحدة للي انقتل. واحد بيروح على القبر والتاني بيفوت على السجن. لا تقلي أنا ما بعمل هيك شي. إذا صاروا رحت زيارة على السجن رح تعرف كيف الكل ندمانين على الماضي. وإذا سألتهم بيقولوا الشيطان وسوس. يا روحي اسمع، هالإيدين أصحك توسخ ريحتهم وطالع منهم البارود، خلي ريحة عطر حبيبتك تفوح، أو عرق أولادك يلي خلقوا جديد، اصحك طالع ريحة الدم والبارود. حكيت لك حكاية الشيطان والحمار؟ الشيطان كان عم يجي ويروح بالحديقة، قام لقى حمار مربوط على شجرة، راح لعند الحمار المربوط وفكه، الحمار الفلتان دخل على الأرض وبلش ياكل الأخضر واليابس.
بهالأثناء طلعت مرت الفلاح وشافت الحمار نازل أكل بالزرعات، قام فار دمه وأخذت البارودة وقوصت عليه. أثناء صاحب الحمار كان قريب وسمع الصوت وإجا شاف اللي صار، وفوراً طالع هالبارودة قوص مرت الفلاح وموتها. الفلاح كان راجع على مزرعته وسمع الصوت، اتطلع وشاف مرته بالأرض غرقانة بدمها، وبلش ساعتها يصرخ ويعيط وطالع هالبارودة وقوص صاحب الحمار ورماه بأرضه، وصار في بحرة من دمه. الشيطان كان واقف وعم يضحك لأنهم قتلوا بعضهم. كان في واحد جنبه قال له: يا شيطان انت شو عملت وشو سويت فيهم؟ قال له: لا لا تظلمني، أنا ساعدت الحمار وفلتت له الحبل. ايه طلع الشيطان بريء من كل هالشغلة، واللي حمل سلاح هو المحقوق. هلأ بدك توعدني يا حبيب قلبي تاني مرة لا تشيل سلاح لو شو ما كان يكون. ايه بوعدك. عدنان؟ شو أمي؟ أنت كيف بتعمل هيك شغلة؟ شو هي؟ بتعطيه بإيده سلاح لبلال. أنت على الأقل ما تحكي هيك. أنا شو شفت عم علمه يا؟ أبي لما حط سلاح بإيدي كان عمري وقتها 14 سنة. هذا هو أبوك غلط. ليكي من وقت بلشتي تاكلي بنفس الصحن مع المأنزعة والله صرتي تشبهيها. رجب. قالوا انه انتحر رجب. من وين طلعتين لبسيرة رجب الكلب؟ هو ما انتحر بس هنيك زلمة قتله. شو بيعرفني يا ملاك؟ هنيك مجرمين بالحبس، إذا سلمتي على واحد بالغلط بينتهي عمرك. طلعت هلأ موته لرجب. شو بيعرفني؟ شو بيعرفني أنا؟ عاصم؟ ما كتبت له وظيفة. كاتب الوظيفة بخط حلو، برافو. انت اليوم كمل لحالك، انا اليوم موجوعة شوي. تمام رح ارجع اكتبهم. طيب أخي. من وين سمعتي عن الكلب رجب؟ مو طلعنا مبارح؟ زرنا قبل رجب، قام الحارس حكالي. يعني ما عرفتي تروحي إلا على المقبرة؟ أنت شو إلك شغل عند قبره لهالتافه؟ حضرتك مو اعتذرتين لو قلتي سامحوني؟ قلتي لأمك غلطت لأني حبيته دخيلك سامحيني، ليش زرتي قبره لهداك الحقير؟ ها؟
قولي لي شو حكيتوا انت ورجب قبل ما يموت؟ مو قلت لك من قبل ما حكينا شي؟ حدا دق لي وقال لي رجب انتحر. قولي شو صار احسن لك. هيك خبرني عم قلك. إن شاء الله كلامك يكون مزبوط، بتمنى. أهلين، شو مو قدراني تغفي؟ نارين، ما قدراني أغفى. ليكي بنتي، صدقيني انت فهمتي كلامي غلط. خلينا شوي نحكي. خالتي، وصلتي لي يلي بدك توصلي، وفهمت يلي لازم افهمه ومشي الحال. انت شلون بتقولي يا روحي انه صرتي حملة تقيل علينا؟ طولي بالك وتطلعي على حالتك. ما عاد فكرتي الا بفتون، وبلال ماشية ورا على الدعسة، نسياني انه شاب باول عمره وبهالمعاملة بتخنقيه؟ هالشي حتى الك انت حرام. ليكي يا نارين، انتي مثل بنتي، واذا ما امنت عليكي واطمنت ما رح اكون مرتاحه بقبري ورح اموت وانا اكله همك. يعني انتي بتشكي بغلاوتك عندي؟ بدي رجال يدير باله عليكي ويكون الك سند بهالدنيا يا بنتي. تعي فتون. قدري يا خانم، شلون سمحتي له لعدنان يعطي مسدس لولد مو واعي؟ انت ليش دائما بتحشري حالك وبتتدخلي بشغلات ما بتخصك؟ كمان انت شو دخلك بكل هالقصص؟ بلال اذا معه سلاح ولا ما معه، انت شو قهرك؟ ليش لتحكي بهالموضوع؟ مع انه بتعرفي انه ابنك شايل سلاح، كيف بتحكي هيك وكانه شي عادي؟ انا ماني حابه ابني يحمل سلاح بايده، بس انت ما الك علاقه بهالشغله اكيد. وهي العادات والتقاليد، الزلمه بيحمل سلاح على صغار. مظبوط، هي عاداتكن، ونسيت انكن بتمشوا وراها هيك. إذا مو عاجبتك الحياة عنا فيك تروحي هلأ. إيه صحيح، ذكرتيني. ليش صارين عم تقفلوا باب القصر بالمفتاح؟ شو من العادات نعيش مثل الغنم والباب مقفول علينا؟ طافي. مين؟ مين بتقصدي؟ يلي قلتي عليه تافه. مو قصدي حدا. فكرتيني ما بعرفك؟ واضح انه في شي. شو ليش عم تنقي مايا؟ في شي صاير معك مبين، احكي لي. زودتي علي. ها، في واحد طلع لي فجأة بالطريق بيسوق موتور وغليظ. ايه هذا كل شي. يعني هيك خطر على بالك تسبي عليه بنص الليل؟ وقعت وتوسخ وأوعيي بسببه، وإلا شوي كانت رح تنكسر رجلي كمان. كتير غليظ، عم يسوق على الطريق وعم يعمل استعراض، شايف حاله بموتوره. لا وفوق ما ضربني صار يمثل إنه فاقد وعيه، وأنا مثل الهبلة صدقت. لك شو عم يضحكك هلأ؟ بالأول خفت كتير إنه يكون صار له شي، بس ضربته كف على تمه لما عرفت. برافو، عن جد ما قصرتي. ايه قلي لشوف شو بدك ساوي. ليش؟ يعني اكلات للحفلة. اكلات؟ عيد ميلادك بكرة يا روحي. قلي شو جاي عبالك ساوي لك؟ ما بدي شي. ليش؟ ما معنا مصاري. نيبال، مو ناوية تقولي السبب؟ مو مشكلة، لا تخبريني، خليني هبلة، بس نحن التنتين بندفع سوا الثمن. هايش اسمعي، بدي روح وما رح قلك شو السبب ابدا. اذا عجبك تعي، واذا ما عجبك خليكي هون لحالك. لحظة، thank you.
يلا عائشة امشي قبل ما يشوفونا. ما بقدر، ما ممكن اطلع اذا ما ودعت بيلا. الله يوفقك عائشة، ما معنا وقت بلا ما ينزل حدا من فوق ويشوفنا. ما رح اقدر روح بلا ما اخبر بيلا. عائشة اذا خبرتيه بجوز يفضحنا وما عاد نقدر نطلع، الولد ما حيسكت. يلا يلا خلينا نمشي بقى. عائشة يحكي أنه الباب مقفول. شو قلتي؟ شو بدنا نساوي؟ مفتاح وينه؟ يعني كيف هيك بيقفلوا علينا هدول؟ هالزلمة شو فكر حاله عم يعمل؟ لك شو هالحياة هي؟ حبس ولا شو بالضبط؟ عائشة اهدي شوي لنلاقي حل. هالمجنون كيف بيعمل هالعملة؟ عائشة أنا بوعدك إنه نروح من هون بأقرب فرصة ممكنة، بس اهدي شوي، أكيد إلا ما يكون في حل. يا رب دخيلك ساعدنا. صباح الخير أمينة. صباح النور. مزعوجة؟ عاصم مو على بعضه، ما إجت عائشة على الدرس مبارح، هو مفكر إنها ما إجت لأنه كسلان ومقصر، ضل الصبح عم بيكتب يا قلبي عليه، صعب كتير تدريسه. ظاهر عائشة داء خلقه، ضروري يدخل على المدرسة. ما تشغلي بالك، اليوم رح أسأله عن المدرسة، وبالنسبة لعائشة أنا بحكي معها، ما تتضايقي. يسعدك ويخلي لك ولادك. أمينة في عندي طلب وخجلانة أقوله. اليوم عيد ميلاده لجواد، عم قول لو نعمل قالب جاتو لنحتفل بعد المدرسة. طبعا أنا اللي بعمل، بعمل لك أطيب جاتو مو تكرمي؟ أنت قولي لي شو بحب جواد ولا تاكلي هم شي. جاتو بالموز، إذا بتعمليه بتشكرك. آه تسنيم، في شي بدي أحكي. شبك شو بدك تقولي؟ تعي رح أقلك. لك يا بنت ليش عم بتدفشي؟ شو صاير لك من الصباح؟ اسمعيني، امبارح بالليل اجا اخي عدنان وصار يسألني. ايه وعن شو سألك؟ سألني اذا اتصل رجب وشو حكيته؟ قال لي احكي لي بالحرف الواحد كل شي صار، ما كتير فهمت شو بده بس حاول يجرني بالحكي. مو شفتي بعيونك؟ ما قلت لك؟ حضرتك صرتي تقولي اخي ما بيساوي هيك شي، مستحيل يفكر يأذي حدا بهالطريقة. مالك؟ انت الظاهر لسه ما بتعرفي للآغا. لا تحكي هيك، هو ما عمله، سأل عن شي تاني بلا ما نظلمه. ها أنا مو فارقة معي، تحكي على حالك وانسي الموضوع. عن جد حرام، وقعت براس رجب وخسر روحه، هو شو اللي سوالة ينقتل؟ استني علي شوي، أكيد اليوم رح يقطعوا راس الحية، لا تشغلي بالك أبدا. شو رح يصير؟ اليوم بتشوفي، شوية صبر. صباح الخير. أهلين يا أحلى أم. عايدة ليش لهلأ ما فقتي أمي؟ أنا اليوم مو رايحة.
يلا عايدة بقى، اليوم عيد ميلاده لجواد. عن جد؟ اوف كيف نسيت انه اليوم عيد ميلاده لجواد؟ شو بدنا نعمل من شان الهدايا؟ خلص لا تفكروا بالقصة، انا زبطت هالشغلات، انتوا خلصوا بسرعة مشان ما تتأخروا. تمام. تسنيم، شو قصدك بالحكي اللي قلتي؟ شو حيصير اليوم؟ أنا ما قلت لك شوية صبر، المسا كلكن حتعرفوا ورح نحتفل سوا أكيد. شو؟ ما شاء الله من الصبح بكير قاعدين وفاتحين سيار وقصص. صباح الخير. ملك خلينا نجهز السفرة، مرت عمي جاية. طلعي فيني، هاليومين رافعة أنفك وأنا ساكت لك، قلت لحالي خليها لحتى ترتاح وتطيب، بس ما رح ضل مفلتك هيك. شكرا يا آغا، يسلم. ألو لو أي بيك؟ صباح الخير يا خانو، بتمنى ما أكون زعجتك بهالتليفون. بنوب، قول خير شو في؟ ما قدرت استنى واتصلت حتى أتشكرك. بدك تشكرني على شو؟ اليوم بعثت لها هديتها لإيلين، وأنا على قد ما عجبتني مبارح صورتها بموبايلي وبعثتها لإيلين على موبايلها، وهلأ عم تستنى على الشباك ساعي البريد. يعني انبسطت قبل ما تشوف هديتها. والله فرحتني، وبشكرك لأنك خبرتني إنها عجبتها. إيه لو سمحت له أي بيك سلم لي كتير على إيلين والعمر كله إن شاء الله. إيه طبعاً أكيد رح وصل لسلامك. يخلي لك ياها. شكراً لك. مرت عمي قالت فتون اليوم عيد ميلاده لجواد. اليوم عيد ميلاده لخروفي جواد؟ أمينة هلأ لنخلص فطور خلينا نقوم نجهز حلو ونعمل كيك وبرك وجاتو. عيد ميلاده لروحي جواد ما لازم يمرق هيك. ها؟ ما ناقصنا غير عيد ميلاده لهذا الفصعون كمان. القط خلص جهازه هلأ وما بقي علينا غير العرس. شو أنت ما بيعجبك شي أبداً؟ تصطفلوا إذا بدكن تحتفلوا احتفلوا، بتطلعون عكتافنا بعدين بتقولوا ليش هيك. فتون تعي لقلك. روحوا يا أولاد على مدرستكن. في شي قدرية خانو؟ قال اليوم عيد ميلاد ولا جواد. أمينة قالت لي. صحيح اللي قالته. شو هاد يا شو عم بيصير؟ الباب مقفول شو سجن؟ خدي بنتي